السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعودوا؟ تنتمناكم تكونوا كلكم بخير. المهم، كيما شفتوا الصباح حطيت لكم فيديو وفكرت نحط لكم فيديو دابا باش نوضح لكم بزاف الحوايج. علاش حطيت الصباح؟ الصباح حطيت فيديو يعني جاوبت على حساب داكشي اللي قالوا لي. دابا غنحط لكم فيديو باش نشرح فيه هادوك القنوات اللي كيشرحوا كل واحد واشنو كيقول، وانا فضلت نجاوب في اليوتيوب وما نديرش اللايف، لان اللايف ما كيبان كلشي، ما كيتوضحش بزاف الحوايج، كلشي تيهضر، كل بنادم تيكومونطيري تيبروفوكيك، تتعودي هضره في موضوع تتولي بروفوكيا وهضره في موضوع اخر. اذا انا فضلت اني نشرح لكم هنا في اليوتيوب فيديو احسن، احسن حل باش كلشي يفهم، لان الفيديو كلشي تيفهم. اما في اللايفات كل واحد كيهضر، الكومونتيرات تيبروفوكيو، حتى شي واحد ما عمرو غادي يفهم. هادشي علاش فضلت انا ندير لكم فيديو في اليوتيوب. اذا اخوتي، كيما شفتوا الفيزا تريفوزات الصباح، انا نشرح لكم كيفاش الفيزا طبعات ليه نهار 14، نهار 14 شهر 10 الفيزا راها مطبوعه. صيفطوا ليهم ليميل، ليميل صيفطوهم ليهم نهار 18، يعني نهار 18 ليميل راه عندهم، خوه راه عارف ليميل جاه، عارف بان الفيزا موجوده، ماشي مريفيزيا نو، كانت موجوده، يعني هما كانوا يمشيو نهار 19 ياخذوا الفيزا، كانت الفيزا موجوده. لحقاش انا امتى حبست؟ حبست انا حتى ثلاث ايام الاخره، لان من قوى عليا سبان، قوع عليا الضغط، والضغط يولد انفجار. الور عاد باش حبست الفيزا، يعني مده 3 ايام عاد باش حبست انا. مي لو 18، من 14 ل 18 الفيزا كانوا عليهم يمشيو يتيريوها، كانت موجوده، يعني المده اللي باش صوبوا ليهم الفيزا ما كاملاش 10 ايام، 10 ايام 8 ايام كانت الفيزا ديجا مطبوعه لمده عام. انا غنشرح لكم دقه بدقه في هذا الفيديو، تنتمنى ما نطولش عليكم حيت ما كنعرفش، ما كنحملش انا نطول في في في, في الفيديوهات. الملي طبعوا الصباح عيط ليا قال لي راه رفيزا وليا الفيزا، قلت لي انا كنت عارفه لان المحاميه صيفطات ليا صيفطات ليا ليميل اشنو طرا، يعني البارحه انا كنت عارفه الفيزا مريفيزيا، لدرجه اني تنتواصل معاه باش نهضر معاه قبل ما ندير هادشي. تواصلت معاه قبل ما نلتجئ للمحاميه، تواصلت معاه تنقول مع ربنا ربي يهديه، ربما يسكت، تنهضر معاه تنكتب ليه ما على بالوش، تيطلع تيضرب فيا، تيطلع تيضرب فيا، تيطلع تيضرب فيا، ما بغاش يحبس، ما بغاش يحبس، ما خلى من جبد ليا، ما خلى ما دار، وديما اللومه كيعطيها، لان النرجسي ديما الضحيه، النرجسي ديما عز عليه يدير الضحيه، وهذاك اللي تيظلم هو خصو تيديرو هو اللي مظلوم، حيت النرجسيين بحال هكا دايرين. المهم انا ما طالعاش في هذا الفيديو باش نسب حتى شي واحد، انا غير بغيت نقول لكم ان من كثره الضغط، وانا كنظن اي امراه مغربيه ان راجلها دافع عليه الفيزا وضحات معاه ويطلع يضرب فيها ويضرب فيها هك ويضرب هك، ما بغيتش نقول شي هضره باش ما تحسبش عليا وتحسب عليه حتى هو، يعني ما خلى ما دار فيها، راه ما كنظنش ان اي مراه مغربيه غتخلي ديك الفيزا الدور. دابا انت كطلعي وكتقولي اليوم دارت ليا وما نسمحش لها وغدرتني، راك انت غدرتي راسك، وهذوك الناس اللي معاك هما اللي غدروك، حقاش هذوك الناس راه عارفين الفيزا خارجه لك منين، ليميل راه واصلهم، علاش ما قالوهاش لك؟ علاش ما قالوهاش لك؟ علاش بقاو ساكتين وخلاوك حتى اليوم عاد مشيتي جبتي الفيزا؟ لاني انا حبستها لك هذه يومين لثلاث ايام، علاش ما قالوهاش لك نهار 18 من 14 18 وهي خارجه الفيزا؟ علاش ما قالوش لك سير جيبها والميل راه وصل لكم شحال هذا؟ علاش كنتو جالسين؟ علاش مشيتي جبتي الفيزا؟ المهم انا باش نبين لك شي حوايج راك انت معامن وما عمرك غتفهم. واخا دوك الناس ما غنبقاش نهضر ان دوك الناس ما خلاو فيا حتى حاجه، وعيط ليا في التليفون ملي خرج من القنصليه،
عيط ليا مالكه واش هادشي درتي وحشومه عليك واخا نديرو فيك اللي درنا. ديري فيا اللي درت، تقبل لبنتك تقبل لبنتك شي واحد يدير لها بحالك، وتقبل لاختك يدير لها شي واحد بحالك؟ انت بنفسك انت اللي وصلتي لهادشي، انت اللي وصلتي لهادشي. السيد مريض وكتعطيه في شي حويج وما راعيتيش وكتستغلو استغلال، هذه راه تتسمى التجاره في البشر، هذه عندنا في القانون المغربي سميتها التجاره في البشر. وما كتاجريش في البشر، في واحد الانسان بكل او بكل قواه العقليه، كتاجري في واحد الانسان مريض نفساني، مريض وراك عارف اش كدير ليه واش كتعطيه واش كتديري معاه وشنو شنو شنو شنو. اذا انا باقا ما كملتش داكشي اللي غندير، اوكي، وهضرت معاك وقلت لك صيفطيه لدارهم ونطي تاني ودرتي اللايف وكديري وديري 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 وتهضري ومطلع شي بياضق في الكاستات، شي تيسب شي تيهدد فيا شي تيدير. داك اللايف راه مسجل، سجلت هذاك اللايف. واش نتوما كتاجروا في واحد السيد مزوج باغي نطلقوه وباغي نصيفطو عند البنات وكتجيبوا لي البنات وكتعطيوه المخدرات وعلم الله شنو تديروا ليه؟ هذه راه تتسمى تجاره في البشر قانونيا، والفيديوهات تيحجوا على هذا الشيء باش تقولي غنمشي ندير لك وندير لك، وكتقولي وكتقولي راه الفيديوهات السي محمد كيحجوا على هذا الشيء. انت كتحجي على راسك في اللايفات وكتحجي على راسك في الفيديوهات، وفيديوهاتك راه في فيسبوك رغم انك حطيتيني ما استاشرتيش معايا، كنا عندك في الدار وكتسجليني بلا ما تستاشري معايا وكتلوحي، حطيتيني بشي حويج خصوصيين ديالي وكتسجلينا في الخفاء وكتلوح، هذيك راه هي تجاره في البشر السي محمد. اش غنقول لك؟ انا ما بقيتش باغا نهضر، لان 3 سنين وانا كنهضر معكم بالطيبوبه وما حشمتوش وما راعيتوش. انا ما بقيتش غنهضر، كاين واحد الحاجه سميتها القانون، والقانون لا يحمي المغفلين. وعندي لايفات كلشي مسجل عندي بانكم نتوما الاولين بلاضات تضربوا فيا، وانا كوليه كنطلع ندافع على شرفي وعلى قيمتي وعلى شرف ولادي، وما خليته وما درته، ضحيت معاك عائلتي كنبكي عليها ليل ونهار، كنتخشف الناموسيه وكنبكي، الدموع طيبين تيطيحوا ليا من عيني على عائلتي اللي توحشتها، حرمتيني من خوتي، حرمتيني من كل شيء، حرمتيني من ولدي الكبير، تحرمت منه، ولدي الكبير نكرني بسببك، وقلت معليش في سبيل الحب، في الاخر عطيتك فيزا فيها عام، عطيتك الوراق ونطي كتشرشمي فيا انا وولادي وكتضربي في عراضي وفي قيمتي وفي كل شيء بدون رحمه ولا شفقه، ما تفكرتي معشره، ما تفكرتي طعام، ما تفكرتي تضحيه، ما تفكرتي حتى شي حاجه. ولكن كنقول انا في هذا الفيديو هذوك العيالات اللي كيطلعوا هذوك كل العيالات الرخاصات اللي كيطلعوا باغين يتشهروا وكيديروا رؤوسهم وما عارفين الحقيقه، هذوك اللي طلقوا رجالتهم في عوض قابلوا حياتهم وقابلوا مشاكلهم قابليني انا وراجلي، واش كاين شي واحد كيدخل بين المراه والراجل ورا مو عاطي الثقار، خوتو عاطين الثقار، وانتوما اللي من غراب ما عندنا بكم حتى صله قرابه، كلشي تيدخل وكلشي تيدير وكلشي ولا وكلشي تيدعي وكلشي، شنو هي الصيله اللي بينكم وبينه ولا بيني انا؟ والو، عائلتو عاطيه الثقار داخلين سوق روسهم، ما لقيتش المشاكل مع عائلتو لقيتها معاكم نتوما، هذوك الممسخات اللي كيطلعوا معاك في الليل تيضحكوا عليك وانت حل فمك واكل ما عرفت شنو كلتي تما عندهم، واكل شي حنش وسط داك المعجون ولا داكين لك شي حنش في هذاك المعجون، وما راعيتيش حقاش هذوك الناس كون تيبغيو لك الخير،
كون عرفتهم كيبغيو لك الخير غيقول لك لا خويا ما تضربيش مرتك، الفيزا باقي ما شديتيهاش، باقي ما قطعتيش الواد ونشفو رجليك، تا توصلي عند مرتك وتوقفي في الطاليان وتعرفي راسك واقف في الطاليان، عاد باش ضرب فيها، عاد باش بيضقها، عاد باش هرب، عاد باش دير اللي بغيتي، وانت باقي في الديار المغربية كتضربي فيا وتبيني ليا في العيالات وتغيري فيا وتتخطبي الخطبة وتتهضري مع البنات في الواتساب قدام عينيا وتدوزي ليا البنات والعجب ما خليتي ما درتي. راجع نفسك في عواد تلوموني انا، لوموا راسكم شنو درتو، والبيبليك راه عارف كلشي. شتي البيبليك راه ماشي مكلخ، البيبليك ما عمرو يكون مكلخ، البيبليك عارف كلشي، وهادوك اللي كيطلعوك كيعطيكم بوجه اخر عارفين بان من حقي ندير هذاك الشيء، ولكن كاينين شي بياض رخاص من اجل الشهره كيبيعوا روسهم رخاص. واتقوا الله، وهذه غتكون عبره الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، هذوك اللي كيبغيو يبيضقوا بنادم، راه داك اللي غتبيضقيه راه دوزنا الغربه، دوزنا العذاب، جينا صغار دردفنا، باش غتجيو نتوما تبداو تضحكوا على بنات الناس ولا بنت الناس تضحك على ود الناس، خليو تقطعوا الواد وينشفوا رجليكم وعاد باش خرجوا عجبكم. ولكن ولاد الناس وبنات الناس، ان انسان نقدك وجابك لاوروبا خصك تبقاي طايع عليه حياتك كامله، تبقاي تبغي حياتك كامله لان نقدك، مشي ترضي لي بومزوي، مشي تردي لي بومزوي، واخا كان عندي بزاف ما يتقال، ولكن ملي كندير الفيديو في يوتيوب سبحان الله العلي العظيم كلشي كيمشي ليا، لاني انا ما عاجبنيش الحال. شتي هادي اللي حيدات لك الفيزا، والله ما عاجبني الحال، والله ما فرحانه حقاش من قبيله، وانا كنبكي، بكيت لاني كنت باغاك تجي، وكنقسم بديل الكعبه وتنقسم بوليداتي اللي اغلى حاجه عندي في الدنيا، حتى كنت باغاك تجي، وموجده لك كل خير، وموجده لك لي سوربريز، وبغيت نجي للمطار ونجيبك بالعز والطن ونعيطوا على لي زامي ديالنا كاملين، كنا غنتعرضوا ليك، كنا غنعيطوا للمنادي، كنا غنعيطوا للكروفيطا، كنا غنعيطوا لبزاف الناس اللي في الجاليه المغربيه اللي تتقدم في الجاليه المغربيه، دايره نهار تشدي الفيزا نعيط عليهم كلهم يجيو للمطار ونفرحوا بيك ونديروا حفله من المطار للقاعه. وجدت كلشي وهضرت مع النقافه وهضرت مع كلشي، ولكن لقيت فيك خيبه الامل. انا راه ما فرحاناش اني درت هادشي، عندك صحابك انا فرحانه، انا ما فرحاناش، ولكن كنت مضطره ندير هادشي لان الشمته خيبه، انك تتقولي اليوم انا غادي نشد الفيزا، انا هادي راه ما عندهاش الحق توقف عليا، وملي غنمشي غنمشي عند هذيك اللي في فرنسا، غنمشي عند هذيك اللي في سميتو، واش كاينه شي امراه تقبلها تقولي هي كنضحك؟ هذا ماشي ضحك، الناس ما كيضحكوش في هادشي، لاني انا ماشي صاحبتك، انا مراتك على سنه الله ورسوله. انا الحل الاخير اخوتي قادة ندير المعجزات باش نجيبو، نحاول نجيبو مرة أخرى، ولكن بشرط أني نشوف راجلي في دارهم، نشوفك في داركم، إلا ما شفتكش في داركم بلا ما تهضري معايا بلا ما تكتبي ليا حقاش ما غنجاوبكش، ملي نشوفك في داركم أنا عارفة شنو غندير، لان باش تجلسي مع واحد الناس تيحرضوك تسبي ولادها ويحرضوك تسبيها ويحرضوك ويجيبوا لك العيالات ويقودوك ويجيبوا لك لا دروغ وما يخليو ما يديرو، انا ما نقبلهاش. ولد الناس اختار، عندك الاختيار بين يدك، اما داركم وغتجي، اما التجاره في البشر اللي انا راه كنخدم على هاد القضيه، اخرتها غتكون خايبه ليكم، ك
كاملين اختيار ديالك انت. السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. هادشي راه ما عجبنيش.